يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، والعدل يكون في المبيت وفي النفقة وفي السكنة أيضا. السكنة، أما السكنة فلكل امرأة بيت، وهذا حق مشروع لهن إلا إذا رضينا، وهذا قد يكون نادر أن يسكن في بيت واحد، يوجد في بعض الأطراف والبوادي يحتملن هذا الشيء، فيجوز جمعهن. أما إذا لم يرضينا فلكل امرأة بيت، يسمونها العوامل البيت الشرعي، بيت حق لها، هذا من العدل. العدل في النفقة، العدل في الإنفاق. والنفقة هذه هل يجب أن تكون بالسوية؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من يذهب إلى أن يجب أن تكون بالسوية، والراجح من قول أهل العلم أن هذا راجع إلى ما تحتاجه المرأتان. فإذا كانت الأولى عندها أولاد تحتاج إلى نفقة أكثر فتستحق هذا، أما الثانية فتستحق بالقدر الذي تحتاجه، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، وهذا راجع إلى العرف أيضا، إلى عرف الناس وعادة الناس. ولذلك من المهم أن نفق هذه المسألة ما يتعلق بالنفق. ومن العدل أيضا المبيت، أن تبيت تبات ليلة هنا وليلة هنا، أو على ما تتفقان، تتفق مع نسائك مثلا، تقول مثلا ليلتين هنا وليلتين هنا مثلا. أو بعض النساء تقول والله أنا يعني لا ترغب بالزوج أن يكون عندها ليلية، في يوجد من النساء عندها وظيفة مربوقة، عندها شغل، عندها تجارة، وترى بأن الزوج إذا جاء مثلا كل ما بين ليلة وليلة يؤثر على شغله، تقول أنا أريد منك مثلا ليلتين في الأسبوع. هذا طبعا مكسب للمرأة الأخرى، فما دام أنه برضاها يجوز لها، يجوز ذلك، هذا من العدل، ما دام أنها برضاها وليس بإكراه أو بخديعة. أو يتفق مثلا بعض الناس يكون مثلا عنده زوجتان وعنده دوام مثلا في منطقة أخرى، فيتفق على أن يكون أسبوع هناك وأسبوع هنا، على ما يتفق. عموما إذا اتفق، أما إذا امتنعت إحدى المرأتين وقالت أريد حقي كل ليلة مثلا ما بين ليلة وليلة، هذا الحق لها مشروع، ولذلك من ظلم وجار عاقبه الله جل وعلا من جنس عمله، من جنس عمله، ولذلك يعاقب الإنسان من جنس عمله. يأتي يوم القيامة أحد شقيه مائل، كما جاء في الحديث، جاء يوم القيامة وشقه مائل، الشق هو الجنب، نسأل الله العافية، يعاقب ويفضح أمام الخلائق. لماذا؟ لأنه جار ومال وظلم، فيأتي مائلا يوم القيامة، يأتي مائلا يوم القيامة. وأؤكد على أن المبيت لا يلزم منه الفراش أو الجماع، لا يلزم منه، سامحوني أنا أعبر أحيانا لأن أخشى بعض الناس ما يفهم معنى الفراش، المقصود الجماع، فلا يلزم، لا يلزم، بشرط أن يكون الإنسان غير قادر، أما إذا كان قادرا يلزمه حتى لا يضر بالمرأة.